كما اجتمع سمو رئيس الحرس الوطني مع الفريق اول طيار زهير احمد بابر سيدو رئيس هيئه الاركان للقوات الجويه بجمهوريه باكستان الاسلاميه الشقيقه، ورحب رئيس هيئه الاركان بزياره سمو رئيس الحرس الوطني ومشاركه سموه في افتتاح معرض الدفاع، والذي يعتبر منصه عسكريه رئيسه تجمع الخبرات والقيادات العسكريه للتعرف على اخر تطورات الصناعات العسكريه. وخلال اللقاء أثناء سمو رئيس الحرس الوطني على ما وصل إليه الجيش الباكستاني من تقدم وتطور لقدراته وخبراته العسكرية مشيدًا بالمستويات المتقدمة التي تضمنها معرض الدفاع الباكستاني